فلسطين تصنع النصر من جديد وتحيي الأمة العربية والإسلامية بدماء شهدائها وإشلاء أطفالها وشتة نسائها وشيوخها. لم يتردد الكيان الصهيوني كعادته في ممارساته العنصرية عبر اعتماده لسياسة الإبادة الجماعية واستمراره في معركة التطهير العرقي بمشاركة الأنظمة العربية المتخاذلة والعميلة مدعومة من قوى العدوان الإمبريالية العالمية من خلال فرضها لحصار بري وجوي وبحري، جعل من فلسطين وخاصة غزة سجنا كبيرا ومقبرة جماعية للمحاصرين فيها. وتأبى الشعوب العربية والإسلامية رغم سياسة التطبيع والتخاذل الرسمية إلا أن تعبر عن عمق ارتباطها الوجداني بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية ووطنية. تكبير الإخوان تكبير. الله أكبر الله أكبر. تأتي هذه الوقفات التضامنية الاحتجاجية بتازة لتعبر للرأي العام عما يلي: الإدانة الشعبية للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، التنديد بموقف الأنظمة العربية العاملة وتقاعس المنظمات الدولية عن حماية الشعب الفلسطيني وكذا عدم متابعتها لمجربي الحرب الصهاينة، المطالبة بفك حصار عن قطاع غزة وفتح المعابر البرية والجوية والبحرية، الدعم الكلي للمقاومة المسلحة وحركة التحرر الشعبية كخيار استراتيجي لتحرير فلسطين، الدعوة لاستمرار فعاليات تضامنية نصرة للقضية الفلسطينية، التشديد على المجتمع الدولي قصد تحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين بالعمل على إطلاق سراحهم وضمان حقوقهم، التطبيع مع الكيان الصهيوني مشاركة في الجرائم التي يرتكبها، الاستنكار لسياسة تهويد القدس المتبعة من طرف الكيان الصهيوني ورفض الاستيطان في الضفة الغربية والتشبث بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وأخيرا تعلن الهيئات السياسية المنظمة لهذه المبادرة عن عزمها تأسيس إطار تضامني لدعم القضية الفلسطينية محليا سيعلن عنه في الأيام المقبلة التزاما منها بمركزية القضية الفلسطينية لدى جميع الفصائل والمكونات. عن الهيئات التي وقعت هذا البيان وأصدرت البيان هي كالتالي: الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التي دعت لهذه الوقفة هم على الشكل التالي: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حزب الاستقلال، حزب النهج الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب المؤتمر الاتحادي، حزب العدالة والتنمية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الإقليمي لنقابات تازة، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الاتحاد الوطني للشغل، الشبيبة الاتحادية، شبيبة العدل والإحسان، الشبيبة الاستقلالية، الشبيبة الاشتراكية، الشبيبة العاملة المغربية، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الهيئة المغربية لحماية المال العام فرع تازة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، جمعية داركم للمهاجرين المغاربة في تازة. نبقى مع آخر الشعارات وهم ثلاث شعارات نلتزم بما تم الاتفاق عليه، ثم بعد ذلك نحيي الجماهير الشعبية ونختم هذا الشكل النضالي. نبقى مع الشعارات الأخيرة.